تأخذ السلطة في البحرين شكل السلطات الثلاث، وحقيقتها أنها سلطة واحدة مطلقة لا رأي للشعب فيها. الشعب معزول تماما عن النظر في أمر حكمه، في إدارة شأنه العام، في التصرف فيما يتعلق بثروته، في تقرير مصيره. شعب في حكم الصغار القصر يدار أمر حياته على خلاف إرادته. أكثر من ذلك، أن يمنع عليه أن يعطي رأياً يرى فيه مصلحته. والسلطة الواحدة المطلقة هي التي تضع بإرادتها المنفردة دستور البلاد، وهي التي تجري عليه التعديلات التي تراها، وهي صاحبة الرأي الأول والأخير المتحكم في الثروة، وهي التي تقرر كما تشتهي ما لها وما عليها، ومن تقتل ومن تبقي، ومن تطرد ومن تؤوي، ومن تبعد ومن تقرب، ومن تعطي ومن تمنع. لا رأي مع رأيها، ولا كلمة تعارض كلمتها. رأيها نافذ، والكل عليه أن يخضع لإرادتها. وللسلطة حسب ما تدل عليه لغة المواقف والأحداث رأي في هذا الشعب وشؤونه خارج الزمن، وخارج المنطق، وخارج الموضوعية، وخارج الصدق وإنسانية الإنسان، وما يرضاه الدين. الشعب للسلطة رأي يقول: الشعب عبيد مماليك، المعاملة الأمثل في حقه أن تكون بالعصا، وأن يساق إلى ما يريده سادته سوقا بلا أن تعتبر له إرادة، وإن استعلى عومل معاملة الأغنام والأبقار والمطايا. الديمقراطية شعار آخر يمكن أن يخادع به من يخادع في الخارج، ويمكن أن يستغفل من يستغفل به في الداخل، لكنه شعار يجب أن يرفع إعلاميا وبقوة، وأن يحارب على الأرض بأشد ألوان المحاربة. وما أروع موقف السلطة من حقوق الإنسان وكرامته، وتقديرها لنداء العقل والدين والضمير. وما أشد سماعها لكلمة النصح تأتي من كل مكان، ورجوعها عن الظلم والعمد السيء والخطأ استجابة للإنكار تسمعه من كل صوت. تسمعه من المنظمات الحقوقية من دول مختلفة، ومنها الصديقة والحليفة كما هو نظرها. يتجلى هذا في إصرارها على إدانة الأطباء والزج بهم في السجن برغم كل ما سمعته من شجب واستنكار وتنديد وإدانة ومطالبة بإطلاق سراحهم لما هم عليه من البراءة. سمعت هذا من منظمات حقوقية متعددة ومن دول مختلفة، بما فيها من تراها دولا صديقة وحليفة، ومن مجامع دولية، ومن لجنة تقصي الحقائق التي كان اختيارها كاملا على يدها، وأعلنت التزامها بقراراتها. وقضية أخرى يتجاوز فيها استخفاف السلطة بهذا الشعب، أن استخفت بكل النداءات والتوصيات الحقوقية والدولية بكل ما قطعته على نفسها من وعود، وبأبسط الحقوق السياسية المتعارفة،
وذلك فيما يتعلق بالسماح بالتعبير السلمي في الرأي السياسي، حيث يستمر المنع والقمع الشديد للمسيرات السلمية واستعمال آلة القتل في مواجهتها، برغم كل النداءات والتوصيات، ومنها توصية لجنة التحقيق المستقلة وتوصيات جنيف. بعد كل التوصيات يقتل حسام الحداد وعلي حسين نعمة على يد قوات الأمن عمدا لمشاركتهما في مسيرة سلمية. على السلطة أن تبرز صورة واحدة للسلاح القاتل أو الجارح أو ما يسبب حتى خدشا بسيطا بيد أحد أي من القتيلين بيد أي من القتيلين الشهيدين حين قتله. شهيدان واجه القتل العمد المتقصد على يد قوات الأمن عقوبة على التعبير السلمي عن الرأي، بعيدين كل البعد عن العنف وما يمت إليه من وسيلة. وتأتي في سياق استرخاص السلطة لحياة أبناء الشعب والإمعان في حربهم وفاة محمد علي أحمد مشامع المسجون ظلما تحت تأثير الحرمان من العلاج والدواء. نحن أمام حالة من الإرهاب والعنف الرسمي الذي لا يترك لأحد من أبناء الغالبية في هذا الشعب مجالا للتفكير في التفريط في مطلب الإصلاح والتغيير تحت أي ظرف من الظروف. وهذا ما عليه كل الأحرار من أبناء الشعب من جميع الشرائح والطوائف والتنوعات. وحسب السياسة الأمنية للسلطة على الشعب أن يدفع ضريبتين مكلفتين عند سقوط كل شهيد على تراب الوطن. ضريبة عند زفافه لقبره، عند زفاف الشهيد لقبره، وأخرى يوم إنهاء مجلس الفاتحة المقام عليه. لا بد من سقوط جرحى ومختنقين بالغازات السامة وحصول إعاقات عقوبة على التشييع، وعلى العودة إلى قبر الشهيد في اليوم الثالث من أيام الفاتحة لقراءة ما تيسر من كتاب الله وتوديعه. عليه فإن الحكومة في البحرين لو صوت عليها اليوم لكان نصيبها من أصوات الناخبين 99.9%. وحتى يتبين صدق هذه المقولة فلتقدم الحكومة على هذا التصويت لاكتشاف الوزن، ولتتحدى الشرذمة القليلة بهذا التصويت وتثبت إحراجها لها. هل تفعل؟ لا، لن تفعل.